هلا شباب، صباح الخير وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك ان شاء الله. من العايدين يحفظكم يحفظ اهلكم. طبعا هذا المقطع ان شاء الله راح ينزل بالعيد، وان شاء الله التوفيق للجميع يا رب. مناسبة العيد عيدونا باللايكات ان شاء الله. شغلة ثانية شباب، طلعت بس ذني السبعة القديمات اللي المفروض هسه ذني، يعني المفروض يطيرن، بس بيهن واحد اثنين ما يطيرن. طبعا جيراننا هم دي يفرون جدت حارة شباب، بس يلا قلنا خلينا نصعد نصور لكم مقطع وارد اطير ذني السبعة. ذني السبعة شباب شنو؟ ذني الشتريات يطيرن، لطويرن يطير، هذا الابتر يطير، بس اللاكات الحمر ما يطيرن بعد. فاليوم اريد نخففهم كلهم هسه، راح اخرعهن اطيرهن، وهاي جايبين خشب وترتيباتك وترتيب جديد هسه هم نسولف فيه نعطيكم اخباره، واصعد هم اصور لكم الحمر الجديده. سالفة الطخ والله خبلت. يلا لك نطير. انا اهم شيء عندي البخاريات دا اطيرهن شباب، بخاريات يعني اللاك الحمر. هذا واحد منهم طار هسه شوية، واللاك ما ادري طار او حط فوق ما ادري، لازم نصعد له من فوق نطيره. صور طار الله خمي يطير يا طاير الله. من شباب ارد اخففهم شوي شباب شوي، هذا البخار واحد من عندهن شوية خف قام يصعد، هذا الاخ ما ادري وين اختفى بس شوية خفا. اوه ذاك الاخيد شو عم نروح بعيد. يلا خلي يولي ذني طائرات اثنين اربعة خمسة ستة، وهذا واحد حاط سبعة، وذاك اول شو عم نروح ثمانية، احنا طلعنا ثمانية. هذا البخاري واللاكات طايرة، الشتريات طايرات، الطويرن طاير. طبعا هو ذاك البخاري اللي بات ورجع ثاني يوم، هذا هم خوش طير. هذا هسه هم نفتح البقية شوية شمسن، نفتح المسبح ترتيبات يا معياد تعرفون، نفتح شوية العراف اللي سبحان. سام صور لكم الحمر الجديدة اللي جبناها. شوفوا شباب بدأت الفرخات تطلع على الشمس، مع العلم هي حارة بس انه يحبن الموضوع. شغلة شغلة ثانية، هذا الطويرني قايم يبدع هسه خليجي. ذني هذا افتح لي المسبح بس اقول خاف الصابون يروح كله من جنحين ويخفن. هاي بدين يطلعن، هذا الستر طاير. طويرني شباب الا كان فاشل، الا غلب 180 درجة. فاكو طيور شباب من تصبر عليها يعني يبين معدنها صحيح، واكو طيور لا هي من الصغر تقول لك انا خوش طير. فظهر هذا يعني من الطيور اللي لازم واحد يصبر عليها، عكس الشتريات اللي هنا من اول حلقة وطيارهن توب. هذا اول ايام ماكو ما يطير نهائيا، حتى وما حس بحسابه، سد البيبان عوفه برا ما ادري وين رايح. شوفوا هسه الطيور كلها تحوط، هو صاعد وين ذاك؟ مطيار تغير تغير كله تغير، وبدا يشيد بلغ شويه. وهذا الحدث احنا ما نطيري الصبح يعني، فتايمات ماكو. هذا شلون يبدي يصعد التايمات؟ ما تقوم الطيارة الصبح كل يوم مره مرتين يقوى التايمات. هذا هي هاي اقترب. خوش طير ان شاء الله. هذا شباب عينه هي صار ترتيب السطح، جبنا من هذا المشبش الاخضر ضربناه، هذا يعبر هواء بس شويه شمسي قليلا، المضرب ما شمس الطيور خطيت تتاذى. فضربنا المخاليف مالتنا والقطعين الجدد كلهم ضربناهن بهذا المشبش خطيه من الشمس، لان هاي البراجه كلها يعني شتائيه، مضرب شمس بالصيف تصير. هاي الطيور مالت الاراف الاسود، وهاي الطيور مالات المدينة.
اجل ده فرح مالتنا هنا. طبعا اكو شيء طب هنا يا هابر هنا يعني عادي، يعني ما اعرف جد باقات من اجل 50 اكثر غير ما اعرف، بس يعني عبراتي هنا، عبراتي هنا وايل في حل الحايله صارت بهذا المكان، وشبشناها من فوق حتى ليل وحن شمس، هاي فحلتنا الحايله هنا صارت دان طيره الصبح كل يوم. هاي المخاليفه الجديده 6 ريال 7 ريال عسودة تتفار الطيور، راح نطبقها ان شاء الله هسه بعد كم يوم ويا الطيور، يعني هاي هذا اللي في الترتيب ان شاء الله، بس الله يشفينا شر المرض ان شاء الله الامور زينه. فذني هاي المشبكات كلها على مود الشمس وهالشغلات هاي. اي شباب نكمل المقطع منها، شباب هاي ثلاث ازواج يادي اللي الياني مباعن، الماندين مباعن، السلارة مباعن، ثلاث ازواج ذني سخي يعني بالعافيه علي ياخذ المقدمه. هاي شباب اذا نزل المقطع هذا مقطع العيد احتمال يكون المبيوعات، فاذا اتصل احد بي ومبيوعات بعد هاي رزق تمام، يعني ذني شباب ثلاث ازواج يعني بالعافيه علي ياخذن، والله اللي ربي تيدي غير او طاب جديد على تيدي او الى واس بالتيدي لا ليفوتن ذني، يعني طيور طيور صحيحه 100%. شوفوا شباب دور صحيحه 100%، كلها طايره وفحل طايره وفحل، طيور درجه اولى. طب مجال اي شباب ذني ثلاث ازواج، ثلاث ازواج ب 450,000، هاي الطيره تسوالها 200,000، ماكو ما بيهن طير قاصر، يعني اللي طاب على التيدي او اللي يربي او اللي سابق لا ياخذ من هاي الطيور بالعافيه عليه. شباب ثلاث ازواج سعرهن 450,000، اذا شلع اذا تجي تاخذ زوج زوج 200,000 دينار تمام عيني. هاي شغله، شغله ثانيه نكمل المقطع من هنا. الفرخات نقص واحد ذني المصبغات، نقص واحد 2 3 4 5 6 من الطيور المصبغة اخضر رايح، لان انا جبت 7 صبغناها اخضر، ظاهر اليوم قاموز ورايح، لان البزونة جو ضاربة ما اعرف، لان ذني اللي صبغناها بنفسجي 10 هسه نحسبهن 2 4 6 8 9 10 شباب. هذا طار المهلوس تقول نقص فرخ، هسه حاكيت جيراني قلت له يابا ما نازل يمك فرخات قبل سطح، قال يابا هذا حاطه هنا انا صار له ساعتين مثل ثلاثه، وين حاط الغبيهياته ثلاثه شوفوا فاتح حلقه ورا السيم هذا هياته، هذا حاطه هناك طار عندنا هذا المهلوس، هذا المهلوس فين يطير يبدع، اذا له واهس وطار يصعد ما له واسع حاط حاط. هاي شغله عندنا هذا هنا هم قمز هسه واحد بينه وينه يزر يجي على البراجه، اذا نقص عندنا واحد هذا لقيناه هسه نجيبه، هسه هو يصعد تحت الرمانيات، هاي نطلع موسم الجاي مال الرمانيات يا شبابنا يا ابطال، لاني راح نخلصهم بالفكار تمام. واقعات شنو عاد الخلصانات راح نخلصهن اذا الله راد وسهل فكات، يعني ما نخلصها بس نخلص الموسم فكات، نظل نفك بين يوم ويوم نفك، كل ما قاعد بالبيت افك، خليني نفتح شوية اكل ثاني ننزلهن. عشان هاي البيت رمين نطيرهن العاد، اريد افتحها من القرافل شوية هسه
ما شباب تخلونا لايكات لا الاسبوع اللي فات مره صاير فاشل هذا البصفر مو اول ايام احترمناك وقلنا خوش عايش هاي السوالف هاي قلنا خوش طير هذا عقليته كبيره ويطير هذا مين هذا الرصاص هذا مو طير هذا هذا مو طير هذا طيرته وياهنا انا رصاص هذا مين مو طير اي هذا هياته مو طير هذا هذا حط نزل على جيراننا انت اقول هذا مو طير يعني مين اللي رصاصيات هذا زين هاي الطيارة الثانية حطت راحت المصبوغة هسه تبين هسه تبين ما اعرف قد عاش هاي الطيور لقيت هذا من بين بلقاح هذا من بين بلقاح حطيه واقع صار له هوايه صار له هوايه واقع هذا ابن طبعا دني اي واحد واقع واحد هذا هياته واحد واقع واحد موجود شوف كيف خلنا هسه هذا شباب طبعا هاي الفرخات دي قم زين شوف هسه هذا همين قمص مدري وين راح ورجع هسه حط هنا وهاي حطتنا طياره غريبه ذيك رصاصيه فاتح لي الف طير طفر راح لي غاد هاي الرصاصيه هسه بس تنزل نلزمها هاي غريبه وذاك بعد حاطين هناك مدين اللي يرجع لاني شباب لو راح اصوبنهن بعد اكثر لو راح اشطنهن بعد اكثر لازم نشوف لنا حل لان بدا سيطر عليهن راح اصوبنهن ما راح اشطنهن راح ازيد الصابون مالتهن افضل شباب هذا حارشته بالعوده من هنا نزل رجع هنا ولا ايات وقبل ذاك الثاني وهاي الرصاصيه بعد هذا الشيء ورا الفحل هذا فاتح شنو يا ترى هذا فرح يا تاسا شاف خواته راح يرجع عليه صدق شذي مشكلة ذني شباب ذني تيادي مشكلة ما أعرف إيش فيهن تحسه طير طيرني مو طير مو يقول لك هذا مكانه صار له هنا أسبوع ما إيش قد لا حاول أنزل يلا بالعودة هذا شوف طبيعي انه بطير هاي الغريبة همين يلا هسه بس كون خليه ينزل انا على بالرصاصية بس خليه ينزل هذا الغبي هذا الفرخ الثاني مالتنا طاهر طبعا شو راح على جيراننا ايه حاط على جيراننا ايه ذاك حاط على جيراننا شوفوا ذاك يلا هسه هذا يلزم لنا اياه ويجز لنا هذا واحد من الفرخات هنا نرجع واحد حاطين صاحبنا ورصاصيه راحت وذني الحمر طيرناها طبعا مو كل هاي شي ربع من امهات العرافه حتى بعد اعرف انه ما طاير ان شاء الله ذني هم بشي تاني تونس علينا عشان اطفر واحد مخرط اطير ان شاء الله الجزء الثاني من واحد مخرط فد مرة هذا 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 محلول شنو هذا والله خبرني هذا الفرخ الا راح اصعد ضربه شقف
استغفر الله رب. هاي خواته جوا وين وين شو تريد بعد شو تريد اكثر؟ هذا كله فوق هذا مو مالتنا، هذا دفن واحد وياهن مو مالتنا، صور دفن وياهن مو مالتنا واحد سيبين المفروض لا والله ما بين شو بعد مخربط ما هتلف لا مو يعني والله يمكن هذا يعني شوف والله من هنا مثل مصبوغ اخضر ما اعرف بعد والله شو باب كملت الفرخات جبت هذين فرختين فرخ حزمتين من حمر فرخ حزمه جيراني دزنها لاني راح اصوبنهن اكثر ان شاء الله باكر اصوبنهن واوفن اللي ترتبن اكثر حتى يدشر لان بعد ما مدشرت 100% بعد شباب الله ستر عشان طفرة الطيور كلين مو هذا الفرخ وقف فرحت اتاكد منه مرت اللخ قلت خطيه خاف يعني مكانه مو زين او هاي طبيت وايد بابا ردها ما تنفتح ما ادري شلون دافر هذا الفحل مفتوح انا دا اقلب بعد انا ذني ظل خاتلات ما طلعن والله هاي طلع عاد بس الكمنجر 14 يلا عمي هذا يطلع بس نطببه ما عندنا مشكله بس مزين مطفرة ذني البقيه كان سوا يعني اكو جوا ثلاث فحله شتري وفحل لاكه واكو اربع طواير ثيادي ومال ولد حاجزن يمي كان طفرن والله هاي باكر ان شاء الله شباب بخير وسلامه من الفرخات راح اصوبنهن اكثر يعني كل طير شويه بعد نزيد عدد الريش وجاي صابونه مو تمام غير صابونه حتى تمام الامور ونبدي نفتح لان اريد اصوبنهن اريد يكون من عوف المفتوحات اقصى قام زائلهن يصعدن على الستاره ويكمز يروح ياخذ دفرتين ثلاثه بعد وقت على المطيار اللي بس يعينن يثبت الاساس هنا ورا عود ان شاء الله يعني نخفف احنا على كيفنا وحتى اذا زاد الصابون عفن ان انا الشهر ما عندي شيء خليني تونس عليهن من انا يكون من نطيرين نحاول ما نضيع او نضيع شيء بسيط لان هذا صعب التعامل وياه تيدي يعني شباب وصلنا لنهايه المقطع لا تنسون تعطونا لايكاتكم تعليقاتكم وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد تحياتي لكم شباب